اجمل في الدنيا، اجمل حاجه في الدنيا تربيه الحيوانات بصراحه يا جماعه، الحيوانات الاليفه تمام. طبعا الحيوانات الشرسه دي مش اي حد يعرف يتعامل معاها، لان الحيوانات الشرسه دي زي الاسد والنمر والكلام ده بيكون صعب التعامل معاهم، لانه هم اسمه حيوان شرس مش اليف. فالاسد ملوش صاحب، وقت ما يجوع بياكل، وقت ما يجوع يعني سهل جدا يغدر باللي قدامه. الاسد والنمر سهل جدا مهما تاكله، مهما تكون انت حبيبه سهل جدا يعني يقلب عليك. لكن الحيوان الاليف هو اسمه حيوان اليف، لكن الشرس بيكون التعامل معاه صعب شويه، بيكون التعامل معاه صعب تمام. طبعا لازم تهتم بيه الحيوان طول ما انت تبقى صديقه، والاكل بوقت معين تمام. لكن الحيوان الاليف ده سهل طبعا يتطبع على اي حد، لان هو اسمه حيوان اليف. لكن الشرس ده التعامل معاه لازم بحذر، دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم تربيه من صغره، الحيوان الصغير يعني الحيوانات الشرسه لازم تجيبها من صغرها، ما ينفعش تجيبها كبيره. لكن الحيوانات الاليفه ممكن تشتريها صغيره، ممكن تشتريها كبيره على حسب التدريب بتاعها، تتاقلم عليك على طول تبقى صاحبك. لكن الشرس لا، صعب، زي النمر مثلا، زي الفهد، زي الاسد كده. زي ما انتم شايفين الحديقه بتاعتهم اهي يا جماعه، المكان ودي غرفه المعيشه زي ما انت حضرتك شايف. ده عالم الحيوان يا جماعه. اي حد يا جماعه ما اشتركش في القناه يا جماعه، ادعمونا ادعمونا عشان اعمل فيديوهات اكتر، يعني ارجو الدعم اكتر واقوى. دعمكم ده بيدينا الحافز ان احنا نستمر اكتر ونعمل فيديوهات اكتر واحلى بصراحه. فيا جماعه